متجددة. فالسيدات والسادة تجدر الإشارة في هذا المقام أن مسألة الطاقات يبدو جليا من خلال تقديم الخطوط العريضة لبرنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة الذي جاء تنفيذا له البعد الاستراتيجي لهذه المسألة لارتباطها بالأمن الطاقوي لبلادنا، الذي يستدعي من كافة القطاعات تكثيف الجهود لتحقيقه في الميدان. وهذا ما يعمل قطاع التكوين والتعليم المهنيين المساهمة في إنجازه من خلال تكوين اليد العاملة المؤهلة في هذا المجال وضمان التكوينات الملائمة واللازمة لمرافقة المؤسسات الناشطة في المجال الطاقوي، سيما في ميدان الطاقات المتجددة والجديدة.